بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشعب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السلسة لهذا الكتاب، في كلامه على مسائل العموم والخصوص قال: وقد يتحد وقد يتوهم اتحاد هاتين المسألتين. المسألة الأولى هو أنه هل الصورة النادرة تدخل تحت العموم؟ الثانية: هل الصورة غير المقصودة تدخل في اللفظ العام أم لا؟ وتكلم عن أننا إذا نظرنا إلى الصيغة واللفظ دخلت الصورة النادرة لأنها مما شملها اللفظ العام، ودخلت كذلك الصورة غير المقصودة لأنها مما شمله اللفظ العام. وقال بأن الصورة النادرة هي الصورة التي إذا تكلم المتكلم باللفظ يغفل عن هذه الصورة، وأن المقصودة أن غير المقصودة هي يعني صورة قامت القرائن على أنها غير مرادة للقائل حتى وإن خطرت في ذهنه. فأراد هنا أن يزيل ما وقع من خلط ووهم في عقول بعض طلبة العلم، حيث إنهم قد توهموا، أي وقع في وهم في أذهانهم هذا الوهم بأن المسألتين متحدتان، وأن الصورة النادرة والصورة غير المقصودة ذاتهما واحدة. قال: هذا وهم فاسد وتصور كاسد لا ينبغي أبدا أن نذهب إليه، وأنه هناك فرق بين المسألة النادرة، وذكر أن الصورة النادرة هي الصورة التي لا يخطر أو لا تخطر ببالي ولا تأتي في خيالي من تكلم باللفظ العام، وأن الصورة المقصودة غير المقصودة هي مما يخطر في بالي وعقلي المتكلم، غير أنه قامت القرائن والدواعي على أنها غير مرادة وغير مقصودة من كلام المتكلم. فالفرق على هذا النحو. قال: وقد يتوهم اتحاد هاتين المسألتين، لأن النادرة هو غير المقصود. بيقول كده انه هيأتي الوهم منين؟ ان النادر غير مقصود، وغير المقصود هو نادر، هذا هو توهم الاتحاد، لأن النادرة هو غير المقصود وليس كذلك. لا، مش النادر هو غير المقصود ولا غير المقصود هو النادر، بل هما مختلفان، واختلافهما أن النادر ما لا يخطر بذهن القائل، وغير المقصودة تخطر بذهن القائل مع قيام القرائن على أنها غير مرادة. بس كده واضح. بل المقصود قد يكون نادرا، بل المقصود قد تكون صورة نادرة، وقد لا، وقد يكون المقصود غير نادر بس من جهة، يعني ممكن تكون صورة نادرة بمعنى أنها لا تخطر بالبال، وكذلك قامت القرائن على أنها غير مرادة للقائل، فهنا يتحد المقصود مع النادر، وقد ينفصل المقصود عن النادر بأن تكون هذه الصورة مما خطرت في ذهن، من شأنها أن تخطر بذهن القائل، غير أن الدواعي والقرائن قامت على أنها غير
مرادة. يبقى هنا قد تتحد الصورة النادرة مع الصورة غير المقصودة، وقد تكون صورة نادرة وغير مقصودة، وقد تكون غير مقصودة وليست بنادرة. يبقى عندنا كم صورة؟ 4 صور، نادرة فقط، مقصودة فقط، نادرة غير مقصودة، مقصودة غير نادرة، من ضرب 2 في 2. والنادر قد يقصد وقد لا يقصد، ادي كمان عندك 2. الصورة النادرة زي مثلا ايه؟ طب يلا كده اطلع فوق هات مثال. مثال ايه؟ عندي مثلا مثال النادرة الفيل، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق الا في خف او حافر او نصل. لا سبق الا فين؟ في خف او حافر. هو الفيل اللي حافر؟ لا، ملوش حافر. فلما يتكلم الشارع بهذه، العربي لما يتكلم بهذه الكلمة، إن كانت الصورة يعني مقصودة، يعني هو قاصد، قامت القرائن على أنه لا يقصد الفيل، تبقى إيه؟ نادرة وغير مقصود، صح كده؟ طيب إذا كانت العرب كانت يعني تتسابق على الفيلة، فتكلم العربي بهذا الكلام، جميل، غير أنه قامت القرائن على أن الفيل غير مراد، تبقى هذه صورة إيه؟ هتبقى صورة غير مقصودة وليست نادرة. ليه مش نادرة؟ لأنها مما اعتاد الناس التسابق عليه، فإذا تكلم العربي باللفظ العام يخطر في ذهني هذه الصورة. طيب، فالمقصود قد يكون نادرا. المقصود قد يكون نادرا، يعني ممكن يبقى العربي هو بيقول لا سبق في خف أو حافر أو 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 قصد إدخال الفيل. المقصود قصد إدخال الفيل، مع إن الفيل المسابقة عليه نادرة. وقد لا يكون نادرا، قد يكون مقصود وكذلك غير نادر، بأن كانت العرب تتسابق عليه في يعني وقته. ليه؟ يبقى هذه صورة مقصودة لقيام القرائن على قصدها، وكذلك ليست بنادرة لأنها موجودة ومتسابق عليه، وممكن تبقى مقصودة ولا يتسابق عليها بل تكون نادرة. والنادر، الشيء النادر الذي لا يخطر بذهن القائل، قد يكون، قد يقصد، يعني هذا الذي لا يخطر بذهن القائل قد يكون مقصودا إذا قامت القرائن على أنه مراد للقائل، لكن هو من شأنه أن لا يخطر بالبال، لكن قامت القرائن على أنه مقصود. والنادر قد لا يقصد، النادر الذي لا يخطر بالبال قد تقوم القرائن على أنه غير مقصود. فرب صورة، رب للتقليل، تتوفر القرائن، يعني أن القرائن قد قامت بصورة كاملة مستكملة لكل ما يطلب فيها. القرائن جمع قرينة، على عدم قصدها. فرب صورة تتوفر القرائن على عدم قصدها، تقوم القرائن على أن هذه الصورة غير مقصود ولا تكون نادرة، زي الفيل، واخد بالك؟ إذا كان العرب تتسابق عليه ومعلوم المسابقة عليه، لكن تقوم القرائن على إن المتكلم لم يرد إدخال الفيل في المسابقة،
ورب صورة تدل القرائن على قصدها، تبقى صورة مقصودة، ولكنها لم تخطر ببال المتكلم عنده، من شأنها ألا تخطر ببال المتكلم عند التلفظ بها. طيب، قال ومقتضى إطلاقه أيضا أن العام لغرض كالمدح. هم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن اللفظ العام قد يرد لغرض المدح، وقد يرد لغرض الذم. فإذا ورد العام لمدح أو لذم، هل ينظر إلى القصد الذي ورد إليه العام فيكون خاصا ولا يحمل على العموم، أم أنه ينظر حينئذ إلى يعني اللفظ ولا علاقة لنا بهذا القصد؟ فيه ثلاثة أقوال. هناك رأي يقول بأنه ينبغي أن ينظر إلى ذات اللفظ، فإن كان عاما فينبغي أن يحمل اللفظ على العموم حتى وإن ورد لقصد ولغرض المدح. وهناك من يقول لا، إذا ورد لغرض أو قصد المدح فإنه حينئذ لا يكون عاما، بل يكون غرض المدح وغرض الذم صارفا له عن العموم. وهناك رأي ثالث يقول هو عام ما لم يعارض عاما آخر، فإن عارضه فليس بعام. هذه حصيلة ما ورد في هذه المسألة، ونضرب لذلك مثال. العلماء قالوا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية فيها جملة من العمومات، والذين ينفقون يعني كل من ينفق ماله في سبيل الله، لا الذين يكنزون، إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، الذين يكنزون يبقى الذين، ده لفظ من ألفاظ العموم، يبقى شلها كل فرد كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله فهو ممن يبشر فبشرهم. وخلي بالك ده فيه هنا لطيفة بلاغية، لأن البشرة إنما تكون بخير، واخد بالك؟ بس احنا مش هنخش بقى في التفسير عشان المسألة يعني ايه ما تطولش معانا. فبشرهم بعذاب أليم، يعني أنه إن كنز المال ولم يخرج زكاته، كل فرد على كل مال زكوي أو على كل ذهب وفضة فإنه يعني ممن يبشر بهذا. لو نظرنا إلى ذات اللفظ ولا ينفقونها، الذين يكنزون الذهب يعني كل ذهب، ومنها الحلي. فالآية لو نظرنا إلى ذات اللفظ تشمل كل ذهب إلا ما خص بدليل ومنه الحلي. وإذا نظرنا إلى أن الآية إنما وردت في ذم من يعني لا يخرجون حق الله سبحانه وتعالى، فهم ممن يتوعدون بالعقاب والعذاب يوم القيامة، وأن الله إنما أراد أن يسق أو أن يسق هذه الآيات من أجل بيان هذا المعنى، وأن لفظ يعني الذهب والفضة قد وقع عرضا، فإنه يقول بأنه ليس للعموم. لماذا؟ لأننا شايف الغرض، إيه الغرض من سياق الآية؟ هو تقبيح الممتنعين عن حق الله. فلو نظرنا إلى هذا الغرض قلنا بأن هذا اللفظ لم يسق للعموم، وإنما سيق لذم الذين يكنزون الذهب والفضة فقط، لذم من لا يخرجون حق الله.
ومنه قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار يعني كل بر. فلو نظرنا إلى ذات اللفظ دخل في هذه الآية كل بار. ولو نظرنا إلى أن الآية إنما سيقت ووردت من أجل بيان حال الطائعين وأنهم في نعيم مقيم، فإنه حينئذ يكون اللفظ ليس عاما. يبقى إذا ورد اللفظ وقصد به المدح والذم، هل يتبع اللفظ أم يتبع القصد؟ فإذا اتبع اللفظ كان عاما، وإذا اتبع اللفظ القصد صار خاصا. ولذلك العلماء اختلفوا في آية: ولا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قالوا: من رأى أن الآية سيقت لغرض المدح وأنها قاصرة على المدح لم يستدل بهذه الآية على وجوب الزكاة في الحلي، وهو الشافعي. ومن قال بأنه يعني ينظر إلى ذات اللفظ وينظر إلى عمومه، قال حينئذ بأنه تجب الزكاة في الحلي. وبعضهم قال: لا، أنا ماشي لو لقيت عام آخر يعارض هذا العموم وليس فيه سياق لمدح أو ذم سأحمله على العام الآخر، لأن ما وقع فيه خلاف يترك من أجل ما لم يقع فيه خلاف. طيب، وربما قالوا: الكلام يجمل في غير مقصوده ويفصل في مقصوده. هي دي القاعدة اللي احنا فيها. طيب، ورينا يا مولانا كده. هات مهلي، هات لي مهلي، هو اللي احنا ذاكرينه بس هو هيفصل. اذكر ثلاثة اراء اهي. قال: في جمع الجوامع وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر، وثالثها يعم مطلقا. ثلاث مذاهب اللي احنا قلنا عليهم. الأصح تعميم العام بمعنى المدح أو الذم، يعني أن العام إذا سيق للمدح أو سيق للذم فإنه يحمل على العموم ولا علاقة لنا بالغرض الذي سيق من أجله، سواء كان عاما أو إن كان مدحا أو إن كان ذما. إذا لم يعارضه عام آخر، لأنه إذا تعارض معه عام آخر لم يسق لهذا الغرض، فإنه يقدم هذا العام الآخر على هذا العام الذي سيق للغرض، لأن العام الذي سيق للغرض مختلف في حجيته من عدم حجيته، والعام الذي لم يسق لهذا الغرض متفق على عمومه، وما اتفق على عمومه مقدم على ما اختلف في عمومه. خذ قواعد. وقيل: لا يعم مطلقا لأنه لم يسق للتعميم، وهذا رأي المالكية والشافعية. وقيل: يعم مطلقا كغيره وينظر عند المعارضة إلى المرجح. طب لما يعرض عام آخر أن ينظر إلى المرجح، فإن كان في مرجح لهذا العام الذي سيق للمدح والذم حمل على العام الذي سيق للمدح والذم لوجود الدليل الدال عليه، وإن كان يعني هناك دليل يحمله على عام يرجح العام الآخر عمل بالعام الآخر. مثاله: ولا معارض، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذه الآية إنما سيقت لا لبيان أن كل بار في نعيم وأن كل فاجر في جحيم، وإنما سيقت لغرض أن تمدح أهل البر لبرهم وأن تذم أهل الفجور لفجورهم، ولا علاقة لها بذلك العام. ده ما هناك من قال هذا؟ لا،
مع أنها إذا سيقت لهذا وهو مدح قوم وذم آخرين إلا أنها تدل أيضا على العموم. طيب واضح جدا. بس عندك حاجة في التشنيف؟ يلا يلا ماشي، لأن التشنيف كده هنخش في دوامة أخرى. أو عطف الخاص على عليه، يعني إذا عطف الخاص على العام لا يخرجه. الضمير عايد في يخرجه إلى إيه؟ الضمير المنصوب. ما احنا أنا عندي لا يخرجه في ضميرين، في ضمير منصوب وفي ضمير مرفوع. المنصوب لإيه؟ يعود لإيه؟ والمرفوع يعود لإيه؟ لا يخرجه عن عمومه. لا يخرجه أي العطف، لا يخرج العطف اللفظ اللي هو ده الضمير المنصوب اللي هو الهاء المنصوب عن عمومه. لا يخرج العطف اللفظ عن عمومه. طب مش لازم تبقى انت بتقرا لازم تفهم انت بتقول ايه. قال او عطف الخاص عليه لا يخرجه عن عمومه، يعني لا يخرج العطف اللفظ عن عمومه في هذه المسألة. طيب زي ايه كده بقى؟ انا جايب مثال هنا بيقول عطف الخاص على العام، هنا ليه فيها مسألة طويلة ومثالها في المهلي. عطف الخاص على العام وتعميم، وانا تعميم نحو لا يستوون، والفعل في لا اكلت المقتضي ولا المعلق بعلة، والعطف على العام اي مسألة لوحدها. المحلي هنا في غاية المأمول يا اولاد. قال والعطف على العام فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف. العطف على العام زي ما هنا بيقول لك اهو، بيقول لك أو عطف الخاص على العام لا يخرجه عن عمومه. زي بسيطة جدا، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة دي لفظ عام يشمل سيدنا جبريل وغير سيدنا جبريل، صح؟ طب ما هو عطف عليه سيدنا جبريل، فهل عطف والروح اللي هو سيدنا جبريل على الملائكة يجعل الملائكة مراد منهم غير سيدنا جبريل، أم أنه الملائكة تحمل على العموم وتشمل سيدنا جبريل ويكون بعد ذلك ذكر الخاص وهو سيدنا جبريل كما هو؟ فيها برضك مذاهب. فهمنا بصورة سهلة خالص. والعطف على العام فإنه لا يقتضي العموم في المعطوف. يعني يا مولانا لا يقتضي، يعني معناها إنه هو بيجعل العام غير مراد منه ذلك الفرد الخاص المذكور. يعني الملائكة ما عدا سيدنا جبريل لأنه ذكره بعد ذلك، قال والروح. والعطف على العام، فهمنا العطف على العام جاية منين؟ هل يا ترى العطف على العام بيخصص العام ولا بيجعله كما هو؟ وقيل يقتضيه، يقتضي العموم لوجوب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم والصفة. وضرب بقى مثال بحديث فيه مشاكل كثيرة أصلا، مش في الحديث، في الفهم. لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم،
بكافر ولا ذو عهد في عهده بإيه؟ كذلك بكافر. ما هو هنا بيقول لك لا يقتل مسلم بكافر، فين بقى العموم هنا؟ يعني لا يقتل أي مسلم بأي كافر، يهودي مسيحي. طيب عام ده ولا مش عام؟ عام. قال ولا ذو عهد، يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده بإيه بقى؟ بكافر ولا بحربي؟ يعني قيل يعني بكافر، يبقى ولا يقتل ذو عهد في عهده اللي هو المسيحي اللي هو الذمي، يعني ولا يقتل كذلك الذمي بكافر. قيل يعني بكافر وخص منه غير الحربي بالإجماع. طيب لكن هو المثال الذي ذكرناه هو أوضح. هنا مقتضبات كده اللي عندك، التشنيف هو يعني أطال النفس في هذا، حيث قال إنه لا يقتل مسلم بكافر، لو كان عاما للذمي لكان المقدر في قوله ولا ذو عهد في عهده عاما ضرورة اشتراك المتعاطفين. ما هو بيقول لك هنا ولا يقتضي عموم المعطوف عليه خلافا، والعطف على العام، عطف على العام هل بيخصصه ولا بيجعله كما هو؟ قالوا لا يقتضي عموم المعطوف عليه، ماشي، خلافا للحنفية حيث قالوا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر لو كان عاما للذمي، ما هو لا يقتل مسلم بكافر يعني أي كافر ذمي أو غير ذمي، لا يقتل مسلم بأي كافر زي ما قلنا كده ذمي أو غير ذمي. طب ولا ذو عهد في عهده بكافر أيضا كذلك ذمي أو غير ذمي؟ قالوا عاما ضرورة اشتراك المتعاطفين. ما هو عندنا خلي بالك لا يقتل مسلم بكافر ده معطوف عليه، ولا ذو عهد في عهده ده ايه؟ ده معطوف. فإذا كان المعطوف عليه عام كذلك يكون المعطوف عام، ده كلام الحنفية فيه. قالوا ولو كان عاما للذمي، قال لو كان عاما للذمي لكان المقدر في قوله ولا ذو عهد في عهده عاما ضرورة. يبقى انت مدام قلت ان لا يقتل مسلم بأي كافر فكذلك تقول ولا ذو عهد في عهده بأي كافر ويدخل فيهم الذمي. اشتراك ضرورة اشتراك ضرورة يعني إيه؟ لأنه لابد من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الصفة والحكم، وليس كذلك إذ الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إنما هو الحربي. ما ولا ذو عهد في عهده يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده بمين؟ بكافر. كافر يعني مين؟ يعني حتى بذمي؟ قال لا بحربي. فبيرد على سيدنا أبو حنيفة في استدلال بهذا، وأجاب أصحابنا بكذا وكذا، وبدأ إن هو يتكلم على هذه المسألة بما فيه. طيب خلي دي برضك معانا، فهمنا المسألة ولا نعيدها تاني؟ قال وهو الراجح فيهما، يعني بقاء العموم على ايه؟ على عمومه، وان عطف الخاص على العام لا يجعله خاصا بل يحمل على يعني ايه؟ يحمل على عمومه كما هو. فيبقى ولا يقتل مسلم بكافر يعني بأي كافر سواء ذمي او غير ذمي، والعموم كما هو
طب ما هو بيقول لك بعد كده بقى سيدنا ابو حنيفه قال لا، ده يخصصه يعني، ولا ذو عهد في عهده، دي خاصه بمين؟ خاصه بالحربي. يبقى كذلك ان بكافر اي حربي. سليم كده؟ ماشي، نقولها تاني؟ مش فاهم منها. طيب نقراها تاني، لان هو حتى في غايه المامول اقتضبها اقتضابا شديدا. المساله مش موسعه. ايه بقى اللي مخلينا كده؟ ده انا مدرس بدرسها 6 مرات، وغير ما انا مدرس كتب اخرى ومؤلف وعامل ومسوي، فكل الهواديت دي هنا هنا هنا. المساله بسيطه جدا. هو بيقول لك ايه؟ الخاص اذا عطف على العام هل يخصص العام؟ يعني هقول لكم انا، هات يا ابن البتاع اهي، بص اهي. قال والعطف على العام فانه لا يقتضي العموم في المعطوف. لا دي بقى كمان مساله لطيفه اهي، بيقول لك ان اذا عطفنا لفظ خاص على لفظ عام هل يقتضي ذلك ان يكون المعطوف عام ام خاص؟ حكى قال يقتضي، قال لا يقتضي. يقتضي ايه؟ يقتضي العموم في المعطوف. احنا عندنا ايه؟ معطوف ومعطوف عليه. المعطوف عليه اللي هي الجملة الثانية، المعطوف اللي هو الجملة الثانية، والمعطوف عليه هو جملة الأولى. ده هنا كمان ساقها بطريقة يعني مش واضحة خالص. خلينا نشرح اللي في المحلي ونشوف اللي في الكتاب هنا. فهنا بيقول والعطف على العام، يعني ايه بقى العطف على العام؟ يعني انا عندي جملتين، عندي جملة معطوف عليه وعندي معطوف. فاذا انا عطفت لفظ على لفظ فهل يقتضي العموم في المعطوف؟ يعني اذا كان المعطوف عليه عام وكان الثاني في لفظ مقدر، فهل يقدر عام ام يقدر خاص؟ ده معناه، لانه قال ايه في الحديث؟ لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم. ده نفي، نكره في سياق النفي فتعم. فيبقى النص لا يقتل اي مسلم باي كافر، سواء كان ذمي او حربي او معاهد او مستأمن او 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 الى غيره. وضحت؟ وضحت. وهتختلف عن مسألة الكتاب. انا شايف مسألة الكتاب لها معنى اخر. ثم بعد ذلك قال ولا ذو عهد، وحذف الايه؟ حذف المتعلق. ولا ذو عهد يعني ولا يقتل ذو عهد بإيه؟ ما هو عطف هذه الجملة على الجملة التي قبلها. فهل العطف ما دام إن جملة عطفت على جملة تشترك معها في كل شيء؟ دي مسألة أصلا كمان مسألة نحوية في حكم المتعاطفين. هل الجملة المعطوف والمعطوف عليه يشترك في كل العوامل؟ يشترك في العامل ويشترك في المقدر ويشترك في الصفة ويشترك في الحكم أو إلى آخره. المسألة دي مما انبنى عليها نزاع فقهي أيضا. فإذا قلنا بأن المعطوف يشترك مع المعطوف عليه في الحكم وفي الصفة، قلنا بأنه إذا كان المعطوف عليه بكافر عام يكون كذلك المعطوف كذلك عام.
ويكون لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده ونقدر ونقول بإيه؟ بكافر. سليم؟ لأن العطف يشترك مع المعطوف عليه في الحكم وفي الصفة. ما دام إن المعطوف عليه عام يبقى كذلك المعطوف، ولذلك هنا بيقول له إيه؟ يقتضيه، يعني يقتضي العموم في المعطوف. ليه؟ ده كلام المحل اهو بقى. قال لوجوب مشاركتي، أي لأنه لا بد من الناحية النحوية أن يشارك المعطوف اللي هو الجملة الثانية اللي هو ولا ذو عهد في عهده، أن يشارك المعطوف عليه اللي هو لا يقتل مسلم بكافر في الحكم اللي هو القتل، وفي الصفة العموم والخصوص. أقولها تاني، ما هو قال ولا يقتل، ده الحكم، الصفة عموم مسلم بكافر، ولا ذو عهد يعني ولا يقتل، لأنه اشترك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وكذلك الصفة. شيء الصفة أننا قلنا بأنه قال بكافر فيكون هناك أيضا المحذوف بكافر. قلنا ممنوع في الصفة، أي أن العطف يقتضي المشاركة في الحكم لا في الصفة، فأصبح المعطوف وهو ولا ذو عهد في عهده يشترك مع المعطوف عليه وهو لا يقتل مسلم بكافر في الحكم فقط وهو القتل، وأما الصفة من العموم فلا يشترك معها. مثاله حديث أبي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، هتبقى بإيه؟ بكافر. لماذا؟ لأنه لو قلنا أن المعطوف يشترك مع المعطوف عليه في الحكم والصفة لابد وأن يكون المعطوف في الحكم القتل يشترك، وفي الصفة الكافر. قيل يعني بكافر، يعني ولا ذو عهد في عهده بكافر، خص منه غير الحربي بالإجماع. قال بس كده هيبقى مشكلة، يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده بذمي، بكافر حربي؟ قال لا، الذمي بعد ما قدرنا أنه كافر أخصصنا هذا العموم بالإجماع، والإجماع أخرج الذمي لأن الذمي يقتل بالذمي، وأبقى الحربي. قلنا لا حاجة إلى ذلك، يعني لا حاجة إلى أن احنا نقدر عام ثم بعد ذلك نخصصه بالإجماع، لا حاجة إلى ذلك، لأننا نستطيع ابتداء أن نقدر ولا ذو عهد في عهده بحربي، هكذا قال المحلي. بعد هذا الشرح اللطيف فهمتم حاجة؟ ده مسألة سهلة. طب والله، طب صدقوا بسيدنا بالله سبحانه وتعالى ان انا اول مرة اشرحها بالطريقة اللطيفة دي، واسألوا الراجل ده، وانا شرحها لكم منين؟ من المحلي على جمع الجوامع. فهمتها؟ هو مذهبان. ايه هو المذهبات؟ لا، ده خلي بالك بقى، لما تتأمل، لما تتأمل يا مولانا تجد ان المسألة دي غير مسألة الكتاب. مسألة الكتاب في حاجة تانية خالص،
اللي هي تنزل الملائكة والروح فيها، عطف الخاص على العام، هل يخصص العام أم لا؟ دي مسألة. والعطف على العام، هل العطف يقتضي العموم كما في المعطوف عليه أم لا؟ مسألة تانية. دي مسألة ودي مسألة. يا ابني مسألتين والله، دي مسألتين، تو مسألة. مسألة تو. طب هات كده الزركشي ده، ده جميل. طب أقول لك حاجة، أنا لم يعني أتمكن منها إلا اليوم، كنت فاهمها قبل كده وشرحتها، إلا النهاردة أنا فاهمها خالص. بيقول لك أحدهم أن الحنفية يسلمون أن بكافر في قوله لا يقتل، مسلم بكافر نعم، وأنهم يقدرون في الثاني كذلك وهو فاسد، يقدرون أيضا في الثاني كذلك، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، فإن الحنفية يمنعون عموم الأول، ده تحرير معاهم، ضرورة وجوب تقديري، والثاني أنها تقتضي. ده هو كمان بيناقشه في الترجمة، بيقول واعلم أن ترجمته، أن ترجمته، ده بيقول لك ترجمته، ترجمة المصنف، إيه ده؟ ترجمته المصنف. صلى صلى يا ولد صلى كده. مين عاملها دي؟ أنا القرطبة. لا فيها حاجات كتير، إحنا كنا بنقرأ الجزء ده على سيدنا الشيخ علي، وأنا الحمد لله ربنا أكرمني وأصلحته من الكتاب الكثير. أن ترجمة المصنف تقتضي أمور. طب أنها عبارة كما قيل ولا ذو عهد في عهده يجري، وهذا يقول طيب ولا ذو عهد في عهده قول عنه فإنه يستقيم بدون ضمير. ولما رأى ابن الحاجب بترجمة المتأخرين مختلة عدل عنها وقال مثل قوله، ويمكن أن يقول إن هذا جاري مجرى اللقب فلا ضر. طيب ده المسألة بقى بتاعتنا حاجة تانية. طيب نشوفها هنا، هتلاقي في مسألة التخصيص، لو أن الفعل له حكم ثبت والحق جوازه والعمل مخصوص مراد عموم تناولا والمخصص كذا وكذا ويتمسك المخصص من متكلم واحد. ده مسألتنا بيقول لك اللي هو هنا، اقرا كده بقى المسألة اللي معانا، يلا اقرا. لا 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 لا، هات المسألة اللي احنا بنقرا فيها. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: ومقتضى إطلاقه أيضا أن ورود العام لغرض كالمدح أو عطف الخاص عليه. أيوة، أو عطف الخاص على إيه؟ على العام، لا يخصص العام، لكن المسألة اللي احنا شرحنا فيها من المحلي لا، ده ما بيتكلمش في العطف، ده بيتكلم بيقول إن أنا لو عطفت على العام هل المعطوف يكون عاما كالمعطوف عليه؟ دي مسألة. واللي احنا بنتكلم فيها ان الخاص اذا عطف على العام يقتضي تخصيص العام ام لا؟ دي مسألة تانية افهمها. هي دي. والمسألة اللي احنا بنتكلم فيها انا شرحتها لك من المحلي لا، دي مسألة تانية، لانك ممكن تقرأها تتلخبط تحس ان هي دي، بيحطوها في مسائل التخصيص، في مش في مسائل التعميم. لذلك انا عايز اجيبها لكم هنا. هنا وان العطف على العطف العام
على الخاص اهو، دي عطف العام على الخاص، خلاف الخاص على العام، ورجوع الضمير الى البعض، ومذهب الراوي ولو صعبين، وذكر بعض افراد العام، هي دي ذكر بعض افراد العام، وذكر بعض افراد العام، هي دي المساله اللي معانا اهي. تقراها في جامع الجوامع فين؟ ذكر بعض افراد العام، لان هنا عندك اقرا كده اخ تاني، يلا شوف عندك بيقول ايه. ومقتضى اطلاقها ايضا ان ورود العام لغرض كالمدح او عطف الخاص عليه لا يخرجه. عطف الخاص هنا عبر بيها وقال ايه؟ وذكر بعض افراد العام لا يخصص، هي دي اللي هتلاقيها هنا في المحل، عبر بهذا. ولذلك وانت بتقرا ينبغي ان تراعي انه قد تكثر التعابير ويكون المعنى واحد، واخد بالك؟ المساله اللي احنا شرحناها منذ قليل دي مساله اخرى تانيه خالص. ولذلك بيقول لك اهو، لا مذهب الراوي اخر حاجه اهو، ثواني كده وانا هقراها لكم عشان تدعوا لي. إذا حكم على العام أهو الرب، هل ليها هذا تحديد بالقلم؟ أنا أصلا بحب الكلام ده. الرابعة، إذا حكم على العام بحكم تنزل الملائكة، حكم على الملائكة بأنهم منزلون، ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه والروح، فلا يكون ذلك تخصيصا للعام، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك. مثاله: أيما إهاب دبغ فقد طهر. بس هنا بقى تصنيف المسألة أوسع من تصنيف المسألة هنا، لأن هنا فرضها في العطف، قال والعطف الخاص على العام، وهنا قال إيه؟ قال إذا ذكر العام ثم بعد بحكم ثم بعد ذلك أفرد الخاص بحكم، هل يكون ذلك تخصيص لذلك العام بهذا الفرض أم لا؟ في شاة ميمونة: هلا أخذتم إهابها فدمغتموه. وقال أبو ثور: التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص، وهذا ضعيف. ده بيتكلم بقى فيه، اقرأ بقى تحت بيقول ايه. قال: ولكنه يجعل ورود الخاص بعد تقدم العام قرينة في المؤن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويجعل العام كالمطلق والخاص كالمقيد، وحينئذ فهو عنده من باب العام الذي أريد به الخصوص لا من باب العام المخصوص. ده كلام بقى في مسألة تانية خالص. تبقى هي المسألة دي، لأنه هو أفرد الروح. طيب اقرا كده ما بعدها. لا يخرجه عن عمومه وهو الراجح فيهما. نعم. ومقتضاه ايضا ان المجاز يدخل لا ومقتضاه ايضا ان المجاز يدخل العموم. ومقتضاه ان المجاز يدخل العموم. المجاز يدخل العموم ولا العموم يدخل المجاز؟ دي مسألة يعني كأنها انقلبت عليه. ومقتضاه أن العموم يدخل المجاز، يعني قد يكون اللفظ المجازي عاما في كل أفراد المجاز، لأنه بيقول لك وأن المجاز يدخل العموم، يعني العام بيبقى مجازي
ولا المجاز قد يكون عاما؟ أقولها تاني؟ ده هنا اهي، خد أجيبها لك من جمع الجوامع، معلش امسك يا أهل لحظة واحدة. مع انكم كده هتأخرونا. طيب احنا بنقول ايه؟ ده هتلاقيها في الاول خالص، في الاول ده انقلبت على جمع الجوامع كمان. المجاز يدخل العموم. يا شاد خلينا اهي. هو عندي دلوقتي اللفظ عام، المجاز، المجاز هل المجاز قد يكون عام في كل أفراد المعنى المجازي؟ هو هنا بيتكلم على ان اللفظ المجازي قد يكون له افراد، فاذا دخل الالف واللام على اللفظ المجازي هل يكون هذا من قبيل عموم المجاز؟ طيب سيبك من ده لان ده مرحلة متقدمة، وخلينا في ده. يعني مثلا قلت رأيت الاسود الرماه، الأسود تدل على كل الرجال الشجعان، يبقى الأسود ده مجازي ولا مش مجازي؟ ولكن شامل كل أفراد المعنى المجازي بخي، يبقى ده إيه؟ ده عموم المجاز. لكن لما أقول لك مثلا اللفظ العام مجازي، اللفظ العام بيبقى مجازي كان مثلا مستعمل في غير عمومه، يبقى حينئذ ده بقى اهو، يبقى العام قد يكون مجازا والمجاز قد يكون عاما. يا عم يعني ايه؟ يعني يشمل كل افراد المعنى المجازي. رايت الاسود الرماتة يعني رايت كل فرد 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 من افراد الاسود الرماة. ولكن اللفظ العام قد يكون مجازا بأن يصرف عن معناه الشمولي إلى معناه الجزئي، كقوله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس لفظ عام لكنه استعمل في الخاص فيكون مجازا، ولكن هذا اسمه إيه؟ اسمه مجاز العموم مش عموم المجاز. مجاز العموم معناه ايه؟ معناه ان اللفظ العام قد استعمل في غير ما وضع له من العموم وهو الخصوص، فحينئذ يكون مجازا. واما عموم المجاز فمعناه ان كل الافراد المجازية تدخل تحت ذلك اللفظ. نعم نعم كذلك. اقرأ يا مولانا.
ومقتضاه أيضا أن المجاز يدخل العموم. لا، هي اتقلبت عليه لأنها اتقلبت أيضا على جمع الجوامع، ولذلك المحل أشار إليها وقال هذا مما، والشيخ الخطيب الشربيني أشار إليها وقال هذا مما دخل فيه، يعني دخله القلب. هات يا ابن وأنا أقول لك راحت فين. ولذلك بص تحت، وقيل لا يكون المجاز عاما. شوف 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 شوف، يبقى هنا ايه اهو، بان يشتمل المجاز. اقرا بقى معايا كده اهو، اقرا، هي اتقلبت ان العموم يدخل المجاز، بان يشتمل المجاز اي يقترن المجاز على الأداة المقتضية للعموم. يبقى اللفظ المجازي يشتمل على الأداة التي تطلب عموم الأفراد، وهو الصحيح. نحو جاءني الأسود، طب ما هو الأسود الرماة، طب ما هو الأسود جمع أسد، والأسد حقيقة في الحيوان المفترس، لكنه استعمل هنا في الرجل الشجاع، لكنه استعمل مش في الرجل كمان وحده، ده في كل أفراد الرجال الشجعان. يبقى هنا العموم إيه؟ المجاز دخله عموم، المجاز دخله عموم، لأن استعملنا لفظ الأسد أو لفظ الأسود في الرجال الشجعان، وأريد بذلك كل أفراد الرجال الشجعان. عموم المجاز لا مجاز العموم. نعم نعم، بأن المجاز اشتمل على أداة من أدوات العموم، فصار ذلك المجاز مرادا به كل أفراد ذلك المعنى المجازي. مفيش أوضح من كده. ما في هناك أوضح مما نقول. ها جبتها؟ جبتها عندك في المحل؟ هي مقلوبة في المحل. صح صح صح، زي ما انا قلت. لا ما انا مذاكرها اهي. بص بقى، هي انقلبت عليه في المحلي. قال والصحيح انه اي العام قد يكون، يعني العام مجازا، بأن يقترن بالمجاز أداة عموم وعليه ما ذكر كعكسه المعبر به. وقيل لا يكون العام مجازا، انقلبت عليه العبارة. هتلاقي عندك اللي معاه العطار، العطار يقول بأن هذه الجملة قد انقلبت عليه. طيب، انقلبت على جمع الجوامع. مجاز العموم هو العام الذي أريد به الخاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس هنا ابتداء استعمل في نعيم ابن مسعود، فالناس موضوعة لكل الأفراد، استعملت ابتداء في واحد فقط، فقالوا هو كلي استعمل في جزئي، وإذا كان كذلك فإنه يكون يعني مجاز،
لكنه مجاز دخل في العموم في اللفظ العام. اللفظ العام مجاز. ساي ممكن ازاي؟ بس الكلام ده هتلاقيه موجود. ده انت لو معاك جمع الجوامع هات التشنيف. ندقدق شويه، ما احب الدقدقه. لا ما ذكرهاش، رايح قلبك. لو معاك الايات البينات هتلاقيها. قال: وأنه قد يكون مجازا لا خلاف أن حكم الحقيقة ثبوت ما وضع للفظ له خاص كان أو عام. واختلفوا في المجاز هل هو كذلك أم لا. طيب الله، اقرا التنبيه ده، يلا اقرا كده. وايه بالراحه عشان خاطر ننبه بيه التنبيه ده بس. تنبيهان. الاول ظهر بهذا ان العباره مقلوبه. الله، وهو هنا نقل العباره المقلوب. قال ايه؟ قال ان المجاز يدخل العموم. العبارة مقلوب ان العموم يدخل المجاز. يلا غيروه، مش تشطبوها، تكتب على الحاشية تقول هذه العبارة. اكتب، يلا هيكتب معاكم. اكتب هذه العبارة، وهي المجاز يدخل العموم قد انقلبت على الإمام الرملي، وسبب ذلك أنه تابع الإمام ابن السبكي في تعبيره بذلك، حيث إن المراد بهذه المسألة هو أن اللفظ المجازي الذي استعمل في غير ما وضع له إذا اقترن بأداة عموم هل يدل على إرادة كل أفراد المعنى المجازي أم لا؟ ألف ه سين شين. تكتبش ليه قد سين شين؟ اكتب، انا ما بهزرش.
انا بعد ما نقلك واعملك واسوي لك تقول لي ما اكتبش وتروح تدلس على طلبتك بعد 10-15 سنة وتقول لهم الدقائق ديت مش هتلاقيها عندكم، صح؟ بس انا قايلها قبل كده وشرحتها. لا ما دام ما كتبتش يبقى اكيد انا ما قلتش، لانك انت بسم الله ما شاء الله هتلاقي كل حاجه بتكتبها، حتى اعتقد ان الكتاب ليس فيه مكان، ليس فيه مكان للكتابة. طيب فهمنا، اقرا بقى كده، كمل محلي، كمل مع... لا كمل الامام الزركشي. تنبيهات الاول ظهر بهذا، خليها تنبيه وخلاص، ما احنا مش هنقرا الا تنبيه واحد، فهو بيروي بالمعنى. الاول ظهر بهذا ان العباره مقلوبه، والصواب ان نقول وان المجاز يدخل العموم. الله، لا انت راح فين؟ وان العموم يدخل المجاز. والصواب ان نقول وان المجاز يدخل العموم. لا العكس، غلط. طب كمل. فان صوره المساله ان يشتمل المجاز على السبب المقتضي للعموم من الالف واللام وغيرها، صح، والمحل قابل للعموم، صح. فهل يجب القول بعمومه عملا بالمقتضى السالم عن المعارض؟ المقتضى السالم عن المعارض. نعم، المقتضي اللي هو ايه؟ اللي هو الصيغه. الصيغه تقتضي الشمول والاستغراق، وليس هناك ما يعارض حمل هذه الصيغه على كل يعني معانيها وكل افرادها. كما يجب العمل به عند وجوده في الحقيقه ام لا؟ نعم، اذا كانت كان اللفظ الحقيقي ودخلت عليه اداه العموم هل يحمل على العموم ام لا؟ لانه ثبت للضروره، لان المجاز ده ثابت للضرورة على خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل لا يتوسع فيه. ما قلش والله المجاز كذلك يكون من قبيل العام وكذلك الحقيقة تكون من قبيل العام، المجاز خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل ينبغي أن يضيق فيه. ها؟ ومن ثم ذكر هذه المسألة صاحب البديع في بحث المجاز لا في بحث العموم. صحيح. وعبارة ابن السمعاني في القواقع واختلف أصحابنا في المجاز. صحيح. هل يتعلق به العموم؟ بص 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 بص، العبارة جميلة قوي. المجاز يتعلق به العموم، مش العموم يكون مجازا. يا ابني اقرا. والله يا اللي زال عندك، انا اريها اريها وصممها وحياة النبي. يلا. واختلف أصحابنا في المجاز هل يتعلق به العموم على وجهين، فقيل لا يدخل في العموم إلا الحقائق. يعني الحقائق هي التي تكون عامة فقط، أما المجاز فالمجاز لا يكون عاما، فلا تقول رأيت الأسود الرماة وقد رأيت كل الرجال الشجعان. شفت بقى؟ فهمت انت، فهمتم؟ درس سهل خالص النهارده ودرس مبارك، سطرين ولكن فيهم معاني كتير. هقول يا مولانا. فقيل لا يدخل في العموم الا الحقائق، وقال اخرون يدخل فيه المجاز كالحقيقه. نعم، عملا باللفظ. لأن العرب تتخاطب به كما تتخاطب بالحقيقة. خلاص، العرب تتخاطب بالمجاز كما تتخاطب بالحقيقة، وصار المجاز كالحقيقة في الخطاب. وإذا كان المجاز كالحقيقة في الخطاب فينبغي كذلك أن يكون المجاز كالحقيقة في العموم. يلا. بيقول لي في الثاني. الثاني، ظن المصنف في منع الموانع أن هذه المسألة المقتضي وليس كذلك، فإن المقتضي لا 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 وقف عندك. قال نقرأ بقى عشان المسألة هذه، الحمد لله
صلحناها. بس عندك هنا في مشكلة في النسخة. ها أن المجاز يدخل الأمور، أن المجاز، لا أن العموم يدخل المجاز، أن العموم يدخل المجاز. ما هو أنت مش مشكلة، ما عندكش العطار، ما عندكش العطار. هات الزركشي كده. عندك شيء العطار؟ لا هات يا مولانا اللي بعته، هات اللي بعته. بحر محيط الواحد يغرق فيه. انتوا عايزكم بدل النهارده، ما قريناش كتير، وانا جاي قلت اقرا 5 صفح ولا 6 صفح. لا احنا مش عايزين النظام ده تاني خلاص. هات يا جدع الكتاب ده، وهات يا جدع الكتاب. لا المسألة اللي احنا قريناها اهي دي، طلعت مسألة غير المسألة كمان اللي احنا ادخلناها في ذكر بعض افراد العام هل يخصصه. هنا قال اذا ذكر العام وعطف عليه بعض افراده مما حق العموم ان يتناوله. هي دي اللي انا عايزها اشرحها تاني. اكتبها عندك كده يا مولانا، صفحة 225 البحر المحيط، وبعد كده نشوف المسألة بتاعتنا. 225 225 الجزء الثالث ده الأصول دي. ثواني يا مولانا، ايه المراد بها بقى؟ عموم المجاز 15 و16. لا احنا هنستعجل ليه؟ لا 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 ما نستعجل، احنا بنهيئ الطلبه انها تقرا جمع الجوامع اهو. في عموم المجاز، في ايه؟ مش مجاز العموم. هل يتعلق العموم بالمجاز؟ شوف التعبير، هل يتعلق العموم بالمجاز؟ مش يتعلق المجاز بالعموم. فيه وجهان لأصحابنا حكاهما ابن السمعاني، لأن عندك برضك التشريف عايز يتصلح. أحدهما المنع، فلا يدخل العموم إلا في الحقائق، والثاني يدخل فيه، يعني أن العموم يدخل في المجاز كالحقيقة، لأن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة. قلت وإليه أشار بكذا وكذا، وهي مسألة عموم المقتضي، وذكر التنبيهين وعز صاحب اللباء وعزية أنه لا عموم للمجاز.
قال بعض متأخريهم المجاز المقترن بشيء من أداة أدلة العموم كالمعرض، دي أدوات بقى متهيألي محتاجة برضك إصلاح نطلع مننا ليلة. طيب كالحلول وكذا وكذا، فصح أنه يعم جميع الأفراد، ونقل عن بعض الشافعية أنه لا يعم. وأجيب واعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما نجده منقولا في كتب الشافعية. طيب يا مولانا، ازاي بقى قول لي؟ لا يدخل في العموم إلا الحقائق. نعم، يعني أن الحقائق هي التي يتعلق بها العموم. إذن المدخول فيه هو العموم. المدخول فيه هو إيه؟ العموم. يعني إيه؟ يعني الداخل هو الحقيقة أو المجاز. نعم، يعني العموم، حط كده عموم تحت أفراد ما يدخل فيه العموم، يدخل في المجاز ويدخل في الحقيقة. فالعموم يكون في المجاز، يبقى مع عموم المجاز، والحقيقة كذلك تكون عموم الحقيقة. فهمت؟ لا مش صحيح. يبقى اقرأ كده التنبيه. أن المجاز يدخله، أي يدخل المجاز العموم، أن المجاز يدخله العموم. هذا المجاز قد يكون عاما، لا أن العموم قد يكون مجازا. فالعبارة مقلوبة، لأن في فرق ما بين مجاز العموم أو عموم المجاز. العبارة مقلوبة، وهنا انقلبت عليه أيضا. لا يكون المجاز أهو، بس ده واضحة جدا. لا يكون المجاز عاما. اطلع بقى وفسرها من فوق. قال أن المجاز يدخل العموم، يدخل المجاز في العموم. صح كده أهو، يدخل المجاز في العموم. يا راجل، يدخل العموم على المجاز أو في المجاز. طيب يبقى هي انقلبت ولا ما انقلبتش؟ بقول له لا، العبارة منقلبة، لأنه هنا بيقول إن المجاز يدخل العموم. يا راجل إزاي ده؟ العموم يدخله، أو يدخل العموم يدخل في المجاز. افهمها كده. هو بيقول، انا شرحتها لك وانت لخبطت، لان احيانا كثرة الشرح بتفسد على طالب العلم الفهم. عندنا مسألتين. المسألة الاولى، اما ان يكون اللفظ العام مجاز، واما ان يكون المجاز عام، بس كده. يلا، قال ان المجاز يدخل العموم، يدخل المجاز العموم. يبقى هو المجاز اللي هيدخل على العموم. يعني ايه دخول المجاز العموم؟ دخل العموم، دخل المجاز العموم. يبقى المجاز نفسه يعني يتصف بالعموم. جميل. يبقى ما معنى دخول المجاز على العموم؟ أن العموم يا سيد الفاضل يتصف بالمجاز. ما هو معنى دخول المجاز على العموم أو في العموم؟ أن العام يكون مجازا. ما هو ما معنى هذا؟ ما معنى دخول الشيء على الشيء؟ دخوله معناه أنه يوصف به. فتقول المجاز يدخل، أي يوصف، لا يدخل المجاز العموم.
يبقى المجاز نفسه هو اللي هيدخل على العموم. هيعمل ايه بقى في العموم؟ هيجعل العموم مجاز. وصف للعموم، يبقى العموم مجاز مش المجاز عام. ايه اللي بيخش على ايه؟ دخلك، يعني لا قدر الله، دخل فلان او دخل المرض دخل فلان، المرض دخل فلان، المرض دخل فلانا، صح كده؟ المرض دخل فلانا، يعني ايه دخله المرض؟ يعني ان هذا الشخص قد وصف بالمرض. العام هو الذي دخله المجاز، يعني العام وصف بأنه مجاز. ما انقلبتش، ده انا اللي هتشقلب. انقلبت ولا ما انقلبتش؟ المجاز يدخل هو العموم. يعني ايه دخول المجاز العموم؟ يعني ان العموم قد اتصف بالمجاز، فاصبح العموم مجازا. بس كده. الله، ده انا فاهمها حلو قوي. فاهمينها زي ما انا فاهمها كده؟ دخلك كذا، يعني دخل، يعني اتصفت به. ولذلك بص انا عاملها هنا ازاي. يا سلام، معكم شيخ واعي، ما تقلقوش. قال، عشان نخلص بقى المسألة دي لحسن، احنا النهاردة دقدقنا في دقدقات كثيرة. قال: بأن تشتمل المجاز على الأداة المقتضية للعموم، هو الصحيح. نحو: جاءني الأسود الرماة إلا زيدا. وإلا زيدا ديت يعني من أجل أن يحقق العموم، لأن الاستثناء معيار العموم. لإطلاق أئمة اللغة، الدائمة اللغة قالوا بأن المجاز يدخل في الكلمات المستعملة، سواء كانت مستعملة على وضعها الأول أو كانت مصروفة عن وضعها الأول. فلم يخصصوا المجاز بباب دون باب. لا، مش المجاز بقى، العموم. لم يخصصوا العموم بمجال دون مجال. لإطلاق أئمة اللغة وغيرهم أن المحلى بأل والمضاف المعرف والنكرة في سياق النفي وغيرها للعموم في الأعم من الحقيقة والمجاز. قالوا إن هذه الصيغ موضوعة للعموم، ولم يفصلوا بين ما إذا كانت في الألفاظ المجازية وبين ما إذا كانت في الألفاظ الحقيقية. وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يحمل كلامهم على الإطلاق، لأنه مقتضى هذا التعبير للعموم الأعم الأعم دي بقى في الأعم للعموم في الأعم من الحقيقة والمجاز. وقيل: لا يكون المجاز عاما. بص بقى، ما قالش لا يكون العام مجازا. شفت بقى العبارة ماشية ازاي؟ لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل، الأصل اللي هو الراجح، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. للحاجة إليه، يعني انصرفنا من الحقيقة إلى المجاز من أجل أن الحاجة هي التي دعت إلى المجاز. وقد ذكر علماؤنا المجوزات للمجاز، قالوا مسوغات المجاز. وما ثبت على خلاف الأصل وهو المجاز ينبغي أن يقتصر على محله، وهي تندفع، يعني والحاجة في المجاز تندفع في المشتمل على إرادة عموم ببعض الأفراد.
فلا يراد جميعها إلا بقرينة كالاستثناء في المثال السابق. قال كده لأن المجاز ثبت على خلاف الأصل للحاجة إليه، يعني للحاجة إلى المجاز. طيب ده كمان دي فيها كمان يعني مناقشة، لأنه بيقول له هي خلاف الأصل للحاجة إليه. أجاب القائلون بالأول بأن يعني المجاز ليس مما يختص بحال الضرورة. قال لا، ده أنا مانع إن المجاز يختص بحال الضرورة، بل ذكر ابن جني أن المجاز غالب في لغة العرب، فليس هو مما يثبت للضرورة فقط، بل هو ثبت ثبوتا عاما، وهي يعني الحاجة تندفع ببعض الأفراد. الحاجة إلى المجاز تندفع بحمله على بعض الأفراد دون حمله على كل الأفراد، إلا إذا كان هناك ما يدل بدليل على أن المراد كل الأفراد، أي كل أفراد المجاز، فيحمل حينئذ على الكل لوجود القرينة. قال وهي تندفع يعني الحاجة في المشتمل على إرادة عموم، في المشتمل يعني في لفظ المجاز المشتمل على إرادة عموم من المتكلم بذلك ببعض الأفراد، وأنها تندفع ببعض الأفراد في المشتمل على إرادة عموم، فلا يراد جميعها يعني فلا يراد جميع أفراد المعنى المجازي إلا بقرينة، أي إلا إذا وجدت هناك قرينة كالاستثناء في المثال السابق اللي هو في قوله جاءني الأسود الرماء إلا زيدا. شفت لنا شوية مية يا مولانا؟ طيب وضحت؟ هات كده عبارة المحلي. ونقلها منها. قال أهو وهي تندفع يعني الحاجة في المقترن بأداة عموم، يعني في المجاز المقترن بأداة عموم ببعض الأفراد لا بكل الأفراد. قال له يعني إذا اقترن لفظ المجاز بأداة عموم فإن المجاز يقتصر فيه على بعض الأفراد، وإذا اقتصر فيه على بعض الأفراد فإن الحاجة قد اندفعت بذلك، إلا إذا كان هناك دليل يدل على أن المراد مش بعض الأفراد كل الأفراد، فحينئذ يحمل على الكل. فهمنا؟ قال وهي تندفع يعني والحاجة إلى المجاز تندفع في المجاز الذي اشتمل على لفظ عام كالألف واللام والإضافة بأن نحمله على بعض الأفراد دون بقية الأفراد، لأن الحاجة قد اندفعت بإرادة بعض الأفراد، فلا يراد جميع الأفراد، فلا يراد بذلك اللفظ الذي اشتمل على عموم جميع الأفراد، لأن الحاجة قد انتفعت بدون ذلك، ولأن المجاز إنما ثبت للحاجة والحاجة تقدر بقدرها، إلا بقرينة يعني إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد كل الأفراد فينبغي حينئذ أن يحمل على الجميع كما ورد في المثال السابق اللي هو إيه، جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، فاستثناء زيد يدل على أن المراد كل الرجال الشجعان. لكن افرض أنه قال جاءني الأسود الرماة وسكت، يبقى مش كل الرجال الشجعان، بعض الرجال الشجعان. ليه؟ قال له لأن ده معنى مجازي، والمعنى المجازي
خلاف الأصل. وما دام خلاف الأصل إذا كان مشتمل على أو مقترن بأداة تدل على العموم فإننا نحمله على بعض الأفراد، وبحمله على بعض الأفراد تندفع الحاجة إلى المجاز أو تحصل الحاجة المجاز. ومدلول العام من حيث الحكم عليه، من حيث الحكم عليه كلية. طيب دي هنخليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. اديني كده بقى البحر المحيط نشرح المسألة الباقية ثم بعد ذلك تذهبون. التالت فهمت جدا الحمد لله. 225 دخل الرجل في رحمة الله، أي اتصف الرجل برحمة الله. دخل المجاز في الأمور، إذا اتصف المجاز بالأمور العكس. مش احنا قلنا المرض دخل الرجل، المرض دخل الرجل يعني ايه؟ يعني اتصف هذا الرجل بالمرض. المجاز يدخل العمومة، يدخل المجاز العمومة يعني أن العمومة قد اتصف بالمجاز. مين اللي دخل؟ يا مولانا اللي دخل اللي هو المجاز دخل فين؟ دخل على العموم صح؟ مش العموم اللي دخل على المجاز، المجاز اللي دخل على العموم. خلاص يبقى العموم هو ايه؟ هو الاصل. اذا فما هو وجه قوله دخل الرجل في رحمة الله مثلا، ولا رحمة الله دخل في الرجل؟ شملت الرجل، رحمة الله شملت الرجل. مش في كل معنى يصلح هذا. قلت لك المرض دخل فلانا يعني ايش؟ يعني اتصف به. عايز يصلح العبارة. اقعد فكر فيها الى يوم القيامة. قال إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات يعني كل الصلوات، والصلاة الوسطى اللي احنا فيها اهو دي المسألة اللي احنا عايزينها. أنا عمال أحوم عليها والحمد لله، بس الجامع جوامع ما جابهاش. ايه ايه؟ لا يعني فين؟ ما في مدرسة جوجل. طيب فهل يدل فيه التخصيص على ان على انه غير مراد باللفظ العام؟ يعني حافظوا على الصلوات، هيبقى الصلوات هنا المراد بها الخمسة ولا المراد بها الأربعة غير الوسطى؟ حكى الرياني في البحر عن والده في كتاب الوصية أنه حكى خلاف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر لم يدخل تحت العام، يبقى سيدنا جبريل ما دخلش تحت الملائكة، لأن لو جعلناه داخلا تحته لم يكن للإفراد فائدة. لو جعلنا سيدنا جبريل يشمله اللفظ العام يبقى ما 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 فائدة إفراده بذلك؟ ما فائدة ذكره بعد الملائكة؟ قلت على هذا جرى أبو علي الفارسي. طب خذ اقرأ، أنت سايب صوتي وأنا مش قادر أقرأ وسايبني كده. خذ اقرأ. طيب خذ. قلت وعلى هذا جرى أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني، وظاهر كلام الشافعي يدل عليه، فإنه قال في
حديث عائشة رضي الله عنها بالصلاة الوسطى وصلاة العصر إنه يدل على أن صلاة الوسطى ليست العصر، لأن العطف يقتضي المغايرة. ثم قال الروياني وقال بعضهم هذا المخصوص بالذكر هو داخل تحت العموم وقائدته التأكيد. الله، اللي هو المذهب اللي اختاره الشيخ الرملي هنا، اللي عايز يكتب المسألة دي كده اهو، يعلق كده على الجزء بتاعها ايه من غاية المأمول. وفائدته التأكيد، أي فكأنه ذكر مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص. وفرع الروياني على هذا الخلاف ما لو أوصى لزيد بدينار وبثلث ماله للفقراء وزيد فقير، فلا يجوز أن يعطى غير الدينار، لأنه بالتقدير قطع اجتهاد القاضي، لأنه بالتقدير قطع اجتهاد. بس خلاص المسألة اكتبوها عندكم، اكتب مصدرها، وفيها رأيين. رأي بيقول بأن عطف الخاص على العام يخصصه، ورأي الثاني بيقول لا يخصصه، والراجح أنه لا يخصصه، بل يكون فائدة ذكر الخاص بعد العام هو التأكيد على دخول ذلك الفرد في اللفظ العام، والتأكيد على أن سيدنا جبريل يدخل في الملائكة. يلا بارك الله فيكم.